انت كميدو كل واحد النهارده هيقول لك ايه، هو علي بن ميدو ده ميدو ولا مش ميدو؟ هو مين زي ميدو؟ سؤال بس، مين المهاجم اللي طلع في مصر في اخر 30 سنه زي عماد متعب؟ لا 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 لا، مين مهاجم النهارده بالامكانيات بتاعتي؟ عمرو زكي. لا، كل دول اسماء طبعا، نجوم كبار ولاعيبه كبار، لكن مش زي النهارده. لما تيجي تشوف الـ 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 الافضل لعيب وافضل مهاجم خرج لنادي الزمالك من قطاع الناشئين في اخر 30 سنه فهو ميدو. ميدو اللي راح لعب في اياكس وراح لعب في مصر ولا الزمالك؟ في مصر. في مصر، في مصر، خلي بالك. ولا مهاجم من الاسماء اللي انت ذكرتهم قدر ان هو يلعب في الليفل اللي انا لعبت فيه لسنين. وفي وقت من الاوقات انا قصرت في حق نفسي في حاجات معينه، لكن ككوره خلي بالك، اصل الكوره كوره ايه؟ كوره انت ليفل معين يا بتنجح فيه يا ما تعرفش تلعب في الليفل ده. بسالك سؤال، مين لعب في الليفل اللي انا لعبت فيه؟ مفيش الا محمد صلاح. ومحمد صلاح طبعا تفوق عليا ان هو قدر ان هو يكمل لسنوات اكتر اكتر مني لاسباب شخصيته. انما ككوره تعديه طبعا، ككوره انا اعدي صلاح طبعا. لا، ككوره، كامكانيات، كلاعب كوره تحب ان انت تشوف الكوره في رجله اكيد. انما صلاح قدر بعقليته، قدر بشخصيته، قدر بتطويره لنفسه ان هو قدر ان هو يلعب في الليفل ده لسنوات طويله. عندك بقى كام لعيب حاول ان هو يلعب في الليفل ده وما عرفش.